يتوقف عمر وسخان للحظات من أجل التقاط أنفاسه قبل مواصلة السير بعربته لمسافة 3 كيلومترات، غير مبال بحر الظهيرة وازدحام حركة المرور. بعد إغلاق مصنع كان يعمل به منذ عقدين وطرد العشرات من العمال دون الاستفادة من أي تعويضات، لم يجد هذا الكهل سوى نقل البضائع ومواد التموين ليعيل أطفاله العشرة. أقوم بهذا العمل منذ 5 سنوات وأحس بالتعب من كثرة التنقل، ليس لدي مورد عيش آخر، كما أن الوضع الاقتصادي سيء ولا أستطيع إيجاد عمل آخر. يعمل في هذا الشارع الذي يمثل المركز التجاري النابض لروالبيندي ما يربو عن 200 سائق للعربات اليدوية، ينشطون عملية نقل المواد الاستهلاكية بين التجار والزبائن بأجور زهيدة. وتستعد المحلات التجارية لتكثيف أنشطتها مع قرب شهر رمضان، مما سيشكل عبئاً أكبر على العاملين من كبار السن. أتعامل يومياً مع العشرات من سائقي العربات كبار السن، وهم لا يحصلون على مقابل مادي جيد، لكنهم مجبرون على الاستمرار في العمل. ويبلغ عدد الباكستانيين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً 11 مليون نسمة من مجموع سكان باكستان، ويعاني أغلبهم من عدم استفادتهم من العلاج والتأمين الصحي. يجبر سوء الأوضاع الاقتصادية وضعف أنظمة التقاعد عدداً من كبار السن في باكستان على مزاولة أنشطة هامشية لا يكاد دخلها يغطي احتياجات أسرهم المتزايدة. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، روالبيندي، ضواحي إسلام آباد.